فاعل جمعوي والكاتب في مجال القراءة سي عبد الإله زغلول، قربنا لك أكثر وعرفنا المشاهدين براسك. مرحبا. عبد الإله زغلول حاصل على مجموعة من الشواهد، وآخر شهادة هي شهادة جامعية في شعبة مهنة الكتاب، شعبة اللي كتهتم بمجال الكتاب واللي درسنا من خلالها عالم الكتاب، كيفية الصنع ديالو وكذلك طريقة التسويق ديالو حتى وصل القارئ النهائي، كما وكذلك تعلمنا كيفاش نخدموا داخل دور النشر وداخل لي بيبليوتيك يونيفرسيتير وحتى البيبليوتيك جميل سكولير. تبارك الله عليكم. وانا اللي كيفرحني كنشوف مازال هالتوجه عند مجموعه من الشباب ديالنا كيمشيو كيقراو مثل هالتخصصات هادو اللي كترقى وكتكرم القراءه. في كنشوفوا هذا الوقت هذا اللي ولا واحد نوفر شيئا ما على القراءه، طغات التكنولوجيا عادي، هذا التطور اللي حنا غاديين معاه، ولكن ما خصناش نساو الكتاب اللي هو كيكون الاجيال، هو اللي كيعطينا واحد الفكر، هو اللي كيخلي الشخصيه ديالنا كتكون اكثر فاكثر. فاليوم غادي نتكلموا ايضا على واحد الفكره جميله جدا اللي درتيها انت بمعيه واحد دار النشر، واللي هي قافله القراءه المتضامنه. بغيتك تكلم لي اكثر على هذه الفكره هذه، وكيفاش جاتك الفكره النهار الاول؟ الفكره هي ديال دار النشر، هما اللي كانش عندهم هذه ليدي في 2017، ومن بعد خرجت الوجود ديالها في 2018 انطلقت بالدار البيضاء وبالضبط بالمعرض الدولي للنشر والكتاب. وتما عرفنا الناس باننا غندير واحد لاكارافان، وهاد لاكارافان غادي تجوب كل جهات المملكه المغربيه، والهدف ديالها هو تحسيس الاطفال باهميه القراءه. وبطبيعه الحال اي بروغرام او لا اي مشروع فهو كيكون عنده لي زيطاب الاوليه ديالو، حتى يعني اونامو بوندون اونافال، يعني اونامو ديال هذا لو بروجي حنا كن ايديتيو دي ليفر ادي ديغام، يعني الاطفال جبرنا بانه يعني بزاف ديال الناس ملي كنسولهم كنقولوا لهم علاش ما كتقراوش الكتب، كيقول لك بان الكتب غاليه. الكتب غاليه. حنا فكرنا باننا الناس اللي ما عندهمش بوفوار داشا اننا نديروا لهم كتب غير بدي ديغام، يعني ثمن رمزي، بليس انه الكتاب عنده واحد لو تيم زوين، شاك كتاب عنده ان تيم وعن ميساج من اجل الاطفال. بالاضافه لان الكتب اللي مختصين بالقافله فهم عندهم مرفق بيداغوجي، يعني شاك كتاب عنده مرفق بيداغوجي، وكذلك عنده طريقه ديالو في لانيماسيون. جميل جدا. انا كنشوف قدامك بزاف ديال الكتبه، من بين الكتبه اللي غادي نمشيو في هذه القافله هذه، انا غير نبغي نعرف هذه القافله هذه شنو هو المناطق اللي كتمشيو لها بالضبط؟ واش كتمشيو جميع المدن المغربيه وايضا القرى، اولا شنو هما شنو فين كتركزوا بالضبط على القافله ديالكم؟ قافله القراءه المتضامن غتجيب كل جهات المملكه المغربيه سواء في المدن كما في المناطق المعزوله والنائيه. فهي غتشمل جميع الاطفال، يعني اي طفل او اي تلميذ في مدارس عموميه فهو غيوصلوا الكتب ديال القافله. نعم، صراحة بديرة طيبة وبديرة جميلة جدا في واحد الوقت اللي كنشوفو كيف ما ذكرت في التقديم ديالي، بعدنا بزاف على الكتاب، بعدنا بزاف على القراءة، فكنظن حنا مازال واحد الجيل اللي كبرنا مع الكتاب شيئا ما، يعني قرينا شوية القصص، قرينا الكتب، إيتو عاد جات لا تكنولوجي، عاد خدينا وبدينا كنتعلموا لها واحد شوية. اليوم كنظن الجيل اللي هذه واحد 10 سنين جاو لقاو لا تكنولوجي كاينه، كنشوفوا حتى المدارس ولات كلها مجهزه بلا تكنولوجي، لي طابليت وهاد المسائل هادو، التوجه للسمارت فون بزاف اللي خلى هذا الجيل هذا يكون بعيد كل البعد دائما على القراءه. اليوم شنو اللي غادي يخلي هذا الجيل هذا يقرا هذا الكتاب ولا يقرا هذه القصه هذه وما يمشيش للطابليت؟ شنو اللي جاو به؟ شنو هو لو كونسيبت اللي جيتو بهم؟ شنو هما القصص اللي كتعطيو للوليدات يقراوهم؟ شنو بالضبط كاين في هذوك الكتب ديالك؟ داكو. بالنسبه لقافله القراءه المتضامنه فهي عندها 11 عنوان. كاين ماذا ارى اللي حصل على احسن كتاب في الملتقى الشارقه. وبذلك كيتصنف المغرب يعني من دور النشر اللي كتنشر كتب خاصه بالاطفال عند مستوى. ماذا ارى كيدوي على الحواس الخمس. كيدوي على الحواس الخمس، كيفاش واحد البنيته ما كتشوفش غتشوف عن طريق الحواس الاربعه اللي بقاو لها. جميل جدا. باش تقربوهم من الناس اكثر درتهم بالعربيه وبالفرنسيه. جميل. اون غابي اون فرونسي. عندنا علياء والقطع الثلاث، هذا كيدوي على الغيره ما بين الاطفال. تدور لي شوف شويه الكاميرا ديالنا، ها هي الكاميرا ديالك، ها هي هنا، ها هي عندي، ها هي هنا، باش حتى المشاهدين ديالنا يشوفوا الكتب ديالنا. دونك علياء والقطع الثلاثه، علاش شنو الموضوع؟ كيدوي على الغيره ما بين الاطفال، كيفاش ان بيبي كيتزاد عندك في الدار كيغيروا منه الاطفال. وعن طريق هذه القصص غتعرف كيفاش تتعامل مع الاطفال، وكل كتاب عنده مرفق بيداغوجي، يعني يقدروا حتى لي بارون يشري الكتاب ديالو
وكياخذ موافق بيداغوجي بالمجان ويقدر يشتغل في وسط الدار مع الاطفال ديالو. جميل جدا. جميل جدا. يعني كتب اللي عندها مواضيع اللي هي قيمه كتعالج مجموعه من الاشكاليات سورتو عند الاطفال، فتبارك الله عليكم جميل جدا. وكنشوف حتى لا كونسيبسيون داكشي زوين تري فين زوين بزاف. درس الضفادع كيدوي على البيئه، كيفاش ان الضفادع كانت كتعلم الغطس فواحد المستنقع لوته الانسان، وغتنوض هاد الضفادع غتعطي درس لبنو البشر باش يولي حافظ على البيئه ديالها. يا سلام تبارك الله عليك. عندنا هنا الشجره العجيبه، يعني اون فرونسي اون اراب لي دو فيرسيون. هنا غراس هذا الكتاب كيتعلم الطفل بانه ماشي الحجم هو اللي ضروري باش يوصل، ان الانسان يقدر يوصل وهو يعني خاصو الثقه في النفس ويقدر يوصل، ماشي بالضبط خاصو يكون الحجم. جميل جدا. يعني هادو مجموعه من المبادئ اللي خصنا نعطيوهم للاطفال ديالنا سورتو في السن المبكره ديال الطفوله. وعندنا هذه احسن قصه عزيزه عليا صراحه، فيلول. هذا كيدوي على لاكسيطاسيون دو سوا، قبول الذات، كيفاش ان واحد الفيل ما بقاش باغي يكون فيل ولا باغي يكون حيوان اخر. يعني رائعه، وملي غيقبل ذاته غادي يدير شي حوايج يعني بافي. يعني دروس ومواعيد جميله من خلال هذه القصص هادو. وكنظن هذا هو هذه هي القراءه، دونك هذا هو اللي كتنفعنا به. وهنا ميساج حتى للاباء، فاش كيقراو وليداتنا مجموعه من الكتب ولا مجموعه من القصص اللي كتعطينا لنا مغزى ولا في الاخر كنفهموا وكنخرجوا بواحد الرساله، باغ اكزومبل كيفاش نتقبل ذاتي، كيفاش نحافظ على البيئه، كيفاش نقدر نتعايش مع الاخوان ديالي، كيفاش ما نكونش مغيار كيف ما كنقولوا، هنا غادي نطلعوا جيل اللي ناضج، جيل اللي عنده شخصيه قويه. فتبارك الله عليكم اولا على الفكره ديال قافله القراءه المتضامنه، واللي كيف ما قلتي قصص اللي غادي تكون القيمه ديالها قليله بزاف، يعني ثمن جد رمزي، يعني اي واحد فينا 10 دراهم راه كيديرها، غير بعض المرات كنمشي نشتري غير واحد الخبز في الطون مثلا راه ب 10 دراهم، دونك نشري قصه لولدي. هنا غادي نمشي معك لحوايج اخرى، غادي نمشي معك انه اليوم انتم كدوروا في هذه القافله التضامنيه ديالكم، واش كاين اقبال من طرف الناس على القراءه اولا مازال كيبان لك خص الخدمه دار في الكوتي ديال التوعيه بطبيعه الحال؟ لكن اقبال على يعني ملي كتنوض وكتمشي حتى عند الاطفال فهم كيرحبوا بنا وكيفرحوا بزاف انك كتهز واحد الكتاب وكتقرا عليه بواحد الطريقه، يعني اترافيغ هاد لاكارافان ما كتعلمش، كاينش كيتعلم الطفل بانه ماشي غير الكتاب غير نقراه صافي ونحطه، كنعلموا حوايج اخرين، انه وتو غاد الكتاب كاين لانيماسيون، كاين الكولورياج، كاين الرسم، وانه يعني اترافيغ هاد لاكارافان غادي اطفال غتكون عندهم يعني لقاء مباشر مع كتاب ورسامي هاد الكتب، يعني مباشره غيقرا ليه كتابه وغيسيني ليه وغيبقى ليه الكتاب ديالو. جميل جدا. نعم، نمشيو ندخلوا لهاد الانشطه اللي كتقاسموا مع الاطفال ديالكم في هاد القافله. بالنسبه للقافله كما قلت لك فهو كنديروا لانيماسيون وتو ديال هذاك الكتاب، يعني سواء بالدارجه سواء بالعربيه سواء اون فرونسي سواء بالشلحه. يعني بعض المرات كتلقى مدرسين ديال هذوك المناطق يعني جبال كيتقنوا اللغه الامازيغيه، ودونك مثلا كنزا نكتاب كنبدا نحكي بالعربيه هو كيعاود مورايا بالامازيغيه باش كتوصل اكثر. والاكثر من ذلك في هذه الكتب ما وصلوش غير الاطفال، فوصلوا كذلك النساء اللي يعني ما قارينش، يعني دخل في بروغرام ديال المحو الاميه. جميل جدا. حيت عندهم واحد الطريقه، حتى الكلمات هما بساط ومشكلين، وحتى لو فون ديال الكتاب فهو سهل باش يتشاف وسهل باش يتقرا. نعم، جميل جدا صراحه تبارك الله عليكم. وحنا خصنا بزاف ديال القوافل بحال هادو باش نزيدوا نصالحوا اطفالنا ووليداتنا وشبابنا بصفه عامه مع الكتاب. اليوم انتم كتكلموا على قافله اللي غادي تدوم عبر الزمن بيان سور، وغادي تجول جميع انحاء المملكه تبارك الله عليكم هذه الفكره، ولكن اليوم واش كاين تنسيق مع جمعيات اخرى اللي تبنى حتى هي المشروع ديالكم باش يمكن هذا المشروع يكبر ويولي مشروع ديال بلادنا كلها؟ يعني واش كاين كتعيطوا مع جمعيات اخرين، كاينين شراكات مع جمعيات اخرين باش حتى هما يتبناوا هذه الفكره اولا؟ وي كاينين شراكات، يعني ملي حنا لونسينا لو بروغرام فحنا درنا واحد لو ليفغي ووزعناه على بزاف ديال الشركات وبزاف ديال لي زاسوسياسيون، وكانوا دي زاسوسياسيون اللي قبلوا بحال لاسوسياسيون امي دي زيكول اللي تبنات هاد الكتب وتبنات هاد القافله، وحاليا راه كدور هاد القافله في جهه وجده وجهه طاطا وجهه زاكوره. نعم. جهه الدرعه تافيلات. نعم. وكذلك هي خاصه حقيقه، ولكن كيبقى الغيست يعني انسيفيزون، يعني مثلا دار النشر فهي عندها دي زونكاجمون ديالها، يعني ما يمكنش الوقت كامل ديالها غيبقى غير في القافله. نعم.
وما يمكنش الوقت ديالها غتبقى غير في القافله. دونك خاصه مساعده، خاصه شراكه. الا قدرنا نغيروا مفهوم القافله، يعني ما نقولوش مثلا سيارات جذابه غادي تكون فيها الكتب، غيكون فيها يعني الرسام والكتاب وغنمشيو حتى عند الاطفال، ولكن بالاحرى تكون شراكه مع جمعيات، يعني قافله تكون هي شراكه مع الجمعيات. يعني اليوم كنشوفوا كاع الجمعيات كيهتموا بالشق الثقافي، يعني لحبذا ولو يعني هاد الجمعيات ياخذوا هاد الكتب ونديروا لهم فورماسيون على شاك كتاب ويوليو يزيدوها في لي كارافان، سواء كارافان سوسيو ميديكال ولا كارافان سوسيال، فهو تكون حاجه زوينه. من بدينا الحوار معك عبديله وانت كتكلم على فورماسيون، كتكلم على مجموعه من الحويجات، على تكوين كيفاش يمكن ليا نوري لهاد الطفل هاد الكتاب هذا. يعني واش كاين شي حويجات لي سبيسيال اللي نقدروا اليوم نتقاسموهم مع الاباء اللي بغاو حتى هما يشريو قصص لوليداتهم؟ شنو اللي خصهم يديروا معاهم؟ انا شريت القصه، شنو خصني ندير مع ولدي باش يستافد من هذيك القصه ونحبوا اكثر هذاك الكتاب؟ بالنسبه لينا حنا غندوي على الكتوبه ديالنا كيفاش كنديروا لهم لانيماسيون. مثلا كناخذوا كتاب، اول حاجه كنقراوه عادي، كنهزوا كتاب كنقراوه عادي. من بعد كنعلموا الطفل، كناخذوا الكتاب كنقولوا ليه انه كتاب كيكون فيه مثلا كان مترجم كيفاش حتى ترجموا اللغه الاصليه ديال الكتاب، العنوان كنحلوا العنوان، كنجبدوا دار النشر، يعني تاريخ الاصدار، يعني تاريخ الاصدار، دار النشر والموضوع ديالو. من هذه غير كبديه. من بعد كنبداو نقراو الكتاب وكنبداو يعني نشرحوا الكلمات الصعبه اللي ما فهمهاش الطفل. من بعد عاد كتجي ديك لانيماسيون انك تقدر ترتجل فيها بالدارجه. مثلا في يوم من الايام تقدر تقول كان يا مكان في قديم الزمان، كتبقى غادي بهذا المنوال الدري كيفهمك صافي. من بعد ملي كيبدا يقرا صافي هو كيحفظها. نعم. واش نصيحه للاباء اليوم عفوا اللي بغاو يحبوا لوليداتهم القراءه؟ حيت كنعرفوا ان الاطفال بصفه عامه اليوم كاينين اطفال اللي كيبغيو يقراو القصص، حنا ماشي كنقولوا راه ما كاين والو، كاينين اطفال كيقراو، ولكن كاينين مجموعه من الاباء اللي ما كرهوش ان وليداتهم يوليو حتى هما يقراو القصص ويحطوا هذيك الطابليت ويحطوا ذاك السمارت فون عليهم. اليوم نبغيو نعطيهم اون انيسياسيون، الا بغينا نقولوا مجموعه من الادوات اللي يبداو بها. واش في الاول من الاحسن ان الاب يشري باغ اكزومبل هذه القصه هذه ويجلس هو يقراها على الابن ديالو، اولا ديريكتومون نعطيه الكتاب ونقول ليه باغ اكزومبل قراه واجي قول لي شنو فهمتي؟ الصراحه هي كتبقى امر صعب انك كتجي عند الطفل وكتقول ليه قرا. يعني ما كيبغيش الطفل انك توبليجي عليه انه يقرا، يعني خاصها تكون هذيك لا ليكتور دو بليزير. ولكن الدري يعني حنا ما نمشيوش دابا عند الانسان وصل 50 عام ولا 60 عام كنقولوا ليه علاش ما كتقراش، خاصك تقرا، ما يمكنش. دونك حنا شنو الهدف ديالنا؟ هو نرجعوا لديك الثمره الاولى اللي هو الطفل، يعني تكبر مع ديك لابيتي ديال القرايه، يعني كيكون كبر وسط عائله كتقرا. وسط عائله ديما كيشوف خوه هاز كتاب، بابا هاز كتاب، ماما هاز كتاب، راه ما يمكنش غادي واحد النهار ما غاهزش هو كتاب. عاد باش كتجي هذيك الطريقه انه ياخذ كتاب ويقراه. دونك حتى لي بارون كيلعبوا دور كبير، ولي ميديا كيلعبوا، يعني اي شنو نقول لك، اي منظمه في اي مؤسسه. نعم. في المغرب مكونات خاصهم، مكونات ديال المجتمع خاصهم كلهم يدخلوا باش يمكن لينا لرفع مستوى الوعي الاطفال. نعم. غادي نمشي ادير واحد الشق اللي كيبان لي حتى هو مهم، هو اللي هو المدرسه. المدرسه كنعرفوا ان المدرسه هي الوحيده اللي كنمشيو كنلقاو فيها الوليدات الصغار هازين الكتاب، ولكن هنا المدرسه واش في نظرك اليوم خصهم يكونوا حصص غير ديال القراءه؟ مثلا نديروا واحد الساعه في النهار، حنا شوف حنا كشباب كشباب مواطن في هذه البلاد وكيبغي بلاده، كنقترحوا ايضا على الناس المسؤولين، واش كيبان لك اليوم في المنظومه التعليميه ديالنا خصها تزاد واحد السويعه مثلا اللي نحبوا ولا نسميوها الكتاب ولا نسميوها القراءه في نظرك؟ وي خاصها تكون. انا شخصيا يعني مولوع بالتعليم، وكنت كنقول بانني ان شاء الله الا دخلت للتعليم يعني اول ايدي غادي نبروبوزي على البلاصه اللي فيها والمدرسه اللي فيها انها تكون سويع، يعني لا ليكتور للدراري، اتولي لا ليكتور خاصها تكون واحد لا ليكتور دو بليزير. هنا فين يعني الدري الا ما كانش في الدار ديالو تعلمش انه يقرا، في المدرسه راه هي المدرسه الثانيه. نعم. يعني خاصو يقرا. نعم. حنا كنتكلموا دائما وزين ما تكون متفقه معايا، كنتكلموا في بزاف ديال الحلقات على دي زاكتيفيتي اللي يديروهم الاباء مع الوليدات ديالهم. كنتكلموا على مثلا اعمال اللي هي يدويه، كنتكلموا كنمشيو كنديروا الرياضه، ولكن كنساو هذه المساله هذه ديال واحد السويعه مثلا في النهار تهز الام اولا الاب تاع يجي من الخدمه بشويه عليه ويتلاقاو الوليدات ديالو ويجلسوا ويحل لهم واحد القصه ويبدا يقرا لهم داك القصه ويفسر لهم الحكايه شنو فيها وهادي وفاش يسالي يقول لهم اشنو فهمتوا. يعني قليل فين كنشوفوا زعما اباء كيديروا هذه الطريقه هذه، وكنظن هذا ميساج لجميع الاباء، هذه وحده بلي زاكتيفيتي اللي نرجعوا بها القراءه اليوم.
وي ايفيكتيفمون اكتيفيتي زوينه هادي وايدي زوينه وكاينين بزاف ديال الناس كيديروا هاد يعني حنا ما غنعموش يعني كاينين الناس اللي تبارك الله انا خرجت بزاف ديال المعارض سواء الجهويه ولا الدوليه وشفت بانه كاين واحد لانتيغي الناس كتجي وكتشري كتبه وكيقراو وكاين اطفال تبارك الله كيقراو وهنا هنا كنبغي نقول بانه هذيك البنت اللي خدات جائزه تحدي القراءه يعني مورا البادره ديالها فولا اقبال كبير على الكتاب حقيقه ملي كتشوف المعارض الدوليه شفت انه كاين اقبال على الكتاب يعني ما بقاش كما كان من قبل ولا حبدا انه تبقى بحال هاد المبادرات ويبقى بحال هاد الاعلام جميل جدا الطاقه الايجابيه اللي كتعطيو للشباب ديالنا بالنسبه للناس اللي بغيو ينخرطوا معكم ويمشيو معكم في هاد القافله ومادام هما يكون عندهم ابداعات وكتب قيمه وابداعات زوينه كيفاش يقدروا ينخرطوا معكم في هاد القافله مرحبا بهم ان دار النشر حال ابواب ديالها في وجه الجميع كما قلت لك كغافان فهي شراكه سواء كانت جمعيه سواء كانت سوسيتي سواء كما بغات تكون شباب مرحبا بهم يكونوا ديزانيماتور ديزانيماتريس يتعلموا حتى هما يهزوا كتبه شي واحد عنده واحد لانتيغي باش يقري ويجينيراليز لاليك شي مرحبا به نعم جميل جدا ترك لك عبد الله واليوم نخرجوا واحد الميساج معاك مهم هو ان القراءه خصها ترجع وخصها ترجع حنا في 2019 خصنا نديروا لو ماكسيموم يدينا في بيد بعضياتنا باش نرجعوا القراءه لهذا الجيل الجديد اعلام مدرسه اباء اولياء الامور كتاب ايضا دور النشر كل شيء خصنا نديروا يدينا في يد بعضياتنا باش يمكن لينا نرجعوا القراءه للوجود ونزيدوا نحبوا اكثر فاكثر القراءه لوليداتنا سي عبد الله كنشكرك بزاف الحضور معنا اليوم كنشكركم ايضا على المبادره القيمه